الدجاج المشوي بالدقيق، فراخ هنشويها بالدقيق، ظريفه جدا وسهله وطعمها حلو قوي قوي، ان شاء الله هتعجبكم خالص. مقادير معايا: فرخه كامله حلوه كده زي اللي موجوده معانا ومقطوعه من الظهر وايه مفروده كده بالشكل ده، تفرديها تمام وزي الفل. عملنا فيها ايه؟ عايزين ننقعها في ميه وملح، تمام. بتجيبي كده بوله فيها ميه فتره عاديه من الحنفيه، قبل يعني المفروض انها تغمر الفرخه، وقبل ما تحطي فيها الفرخه دوبي فيها ربع كوبايه من الملح وتقلبي الملح كده كويس قوي في الميه، تمام. ممكن لو الميه دافيه شويه كمان مفيش مشكله، دافيه يعني زي دمعه العين كده او فتره عادي من الحنفيه، وتسيبي الفرخه في الميه اللي بالملح دي تقريبا نص ساعه مثلا، ساعه الا ربع، علشان طعم اللحم نفسه من جوه يبقى فيه ملح، يبقى ليها ايه طعم، ما تبقاش دلع. علشان نبتدي نحط عليها تتبيله الشوي الحلوه جدا دي هقول لكم هتبقى ازاي دلوقتي. فطبعا قلنا فرخه كامله، ربع كوبايه من الدقيق، معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الثوم البودره، وكمان بابريكا، وبس خلاص. مقادير بسيطه جدا جدا وما فيهاش اي حاجه وهتعجبكم قوي. نطلع بوله كده اهو، وايه الفرخه دي زي ما قلت لكم هننقعها في ميه دافيه شويه او ميه من الحنفيه، عليها ربع كوبايه من الملح، وندوب الملح كده الاول في الميه، ونقوم حاطين فيه الفرخه دي اقل حاجه كده ساعه الا ربع، يعني ساعه الا ربع لساعه، مش اكتر من كده ولا اقل من كده، وتطلعيها كده ايه تصفيها وتبقى تمام، ومش هنحط لها اي زيت ولا اي زبده ولا اي حاجه خالص، تمام. فانا بقى هجيب الدقيق احطه هنا كده، والبابريكا، تمام، ومعايا الثوم البودره والملح والفلفل، نجيبهم من هناك كده اهو، ملح، مش هنحط بقى كتير قوي، خلي بالكم لان احنا ايه حاطين الفرخه في ميه وملح، خلي بالكم من الحكايه دي كده اهو. وهنقلب بقى الكلام ده كده كله مع بعضه. وعايزه ايه قبل ما احط الفرخه، انا محضره صينيه عليها شبكه هنا كده علشان احط عليها الفرخه. لو ما عندكيش الشبكه دي خلاص مش مشكله، حطي الفرخه على طول على الصينيه، مفيش اي مشكله، بس انا عشان عندي شبكه فانا عايزه احطها بقى على الشبكه. فانتوا براحتكم زي ما انتوا عايزين. هي يعني الفكره في حاجه كمان، الشبكه طبعا انا كنت عايزه اجيب صينيه اكبر من كده الحقيقه. انا عايزه ابص برضو علشان اوريكم الفكره اللي انا عايزه اقولها ايه. احنا ممكن نجيب مثلا فين، ماشي، الصينيه الكبيره دي ونحط فوقيها الشبكه. ليه؟ عشان انا عايزه السائل اللي هينزل من الفراخ عايزه بالفرشه اخد منه وادهن على الفرخه من فوق، فاهمين قصدي؟ فطبعا لو الشبكه قد الصينيه مش هتعرفي تجيبي بقى بالفرشه ايه السائل، فاهمين قصدي؟ او ممكن تعرفي برضو بس هتبقى ايه يعني رخمه شويه. استنوا كده اما نجرب هوريكم حاجه. بصوا احنا لو حطيناها هنا كده نيجي ناخد من السائل هنلاقي الفرشه مش طايلاه، فاهمين؟ لكن لما نحطها في صينيه اوسع شويه كده هعرف اخد من السائل ده وادهن ايه الفرخه. بس كده، ده اللي انا عايزه اقوله. ونجيب بقى الفرخه حلوه دي بقى المغسوله تمام التمام، ونحطها ايه في الدقيق كده اهو بهذا الشكل الظريف كده اهو كده اهو، ونغطيها كده بالدقيق كويس قوي، الدقيق اللي هو متبل الحلو ده كده اهو. الدقيق ده بقى هيخليه الجلد مقرمش، وفي نفس الوقت بقى ايه يعني الطريقه دي انا بعتبرها هيلتي بقى بصراحه، ما فيهاش اي حاجه، يعني احنا كمان الدهون اللي هتنزل من الفرخه هي دي اللي احنا ايه هندهنها بيها عشان تاخد لمعه حلوه. هي تعتبر برضو ايه وصفه صحيه وظريفه جدا ما فيهاش اي حاجه، وهنشويها بالطريقه العاديه.
انا بقى ايه، نشيل الطبق ده هنا كده، ونجيب الصينية بالشبكة. خلي الفرشة دي دلوقتي كده اهو، بعد ما خلاص ايه طمنا ان كله بقى تمام والدقيق بقى من جوه ومن بره كده اهو، هقوم ايه حطها هنا كده على الصينية بهذا الشكل الظريف بالشكل ده كده. جينا حد باب وايه اتنوها كده عشان تبقى داخلة لجوه زي ما هو باين كده. ممكن بقى ايه نحط برضو شوية دقيق كده اهو وبس، وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200 تمام. هنسيبها الاول لمدة 20 دقيقة او 25 دقيقة، هنلاقيها نزلت ايه الدهن بتاعها والكلام ده كله، هنقوم بالفرشة واخدين شوية من الدهن وندهن ايه جلد الفراخ من فوق، ونخليها لغايه لما تستوي. هتاخد لها تقريبا من 45 دقيقه لساعه لغايه لما تلون وتستوي وتبقى خطيره، وانا هدخلها الفرن حالا.